أعزائي المشاهدين محب الطقوس، بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم طقس ومعنى مع نيافة الحبر الجليل الآن بنيامين مطران كورس المنوفية وأستاذ اللاهوت الطقس بالكليات الإكليريكية ومعهد الرعاية. رحب نيافتك سيدي. أهلا بودسك يون. أهلا نور الاستوديو. تعيش. بفكر حضراتكم سيدنا بيكلمنا في سلسلة عنوانها حركات طقسية ومعناها، ودي حلقتنا رقم 3. سيدنا بيكلمنا عن القداس بالتحديد والحركات الطقسية أو المعاني عموما في القداس المقدس. سيدنا الدورات في القداس تعبر عن الكرازة، فنيافتك كلمنا عن الدورة بتاعت معلمة بولس الرسول أو دورة البولس والدورة بتاعت الإبراكسيس. هي دورة البولس البداية وبتشمل الكنيسة كلها، 3 مرات حوالين المسبح كالمعتاد في كل الدورات يعني. وبعدين نبخر قدام الباب، بعد كده ناخد الناحية البحرية، وبعدين الناحية الإبلية في الكنيسة كلها، لأن معلمنا بولس الرسول كرز في المسكونة كلها، يعني يتميز عن بقية الرسل إن كل رسول كان له منطقة معينة. يعني القديس ماري مرقس شمال أفريقيا مثلا، توما الرسول الهند، بطرس الرسول في أورشليم والشام وكده، يعني كل رسول كان له مكان معين. معلمنا بولس الرسول بقى كرز في أماكن عديدة يعني، وختم بأوروبا لما راح في إيطاليا في روما عشان تقطع رأسه كالحكم على الرومان وقتها، لأنه كان له جنسية رومانية. بينما بطرس الرسول استشهد بطريقة أخرى مصلوبا منكس الرأس. فعشان كده بناخد الكنيسة كلها بقى من ناحية أنه كرز لليهود والأمميين للاتنين يعني. بس لما اليهود تعبوه شوية قال هخرج للأمم بقى. دعي رسول الأمم. فدعي رسول الأمم. في دورة الإبراكسيس بيبقى 3 مرات برضو في الهيكل. في البولس بعد ما بنلف في الكنيسة بيلف مرة حوالين المسبح، يبقى 4، وبعدين ينهي بالبخور قدام باب الهيكل مع المنجلية وأجساد القديسين. وإذا كان حاضر البابا البطريرك أو مطران أو أسقف بيبخر له، بحيث بيرفع البخور للسماء الرتبة دي يعني. 7 دورات في المسبح في خلال دورة البولس ودورة الإبراكسيس. بس في الخرس الأولاني بقى دورة الإبراكسيس، ودي برضو تأكيد على فكرة إن كل حد من الرسل بقى في مكان معين، عشان كده هي الخرس الأولاني بيبدأ باليمين الإبلي وبعدين ينتهي بالشمال اللي هو الناحية البحرية. عكس معلم بولس الرسول، معلم بولس الرسول كرز للرسل، كرز للأمم اللي هم يعني مفترض ان هم كانوا ناحية البحر اللي هي ناحية الشمال، وأتى بهم إلى اليمين. والعكس باقي الرسل اتكرزوا لليهود اللي هم أصلا كانوا يعرفوا الله، كان لهم معرفة بالله، فكانوا ناحية اليمين. تمام. سيدنا في يعني كذا سؤال جوه الطقس ده. في 3 أواشي بيتقالوا حوالين المسبح. ليه 3 أواشي دول بالذات؟ اللي هم أشية الكنيسة وأشية الآباء وأشية الاجتماعات ويقالوا سرا يعني، وليه حوالين المسبح؟ باعتبار إن دول هم جوهر الأواشي كلها يعني من غير الكنيسة. سلام الكنيسة مش هيبقى في حاجة، والآباء من غير الآباء بتوع الكنيسة، وبعدين كل الأنشطة اللي في الكنيسة اسمها اجتماعات،
فأوشيت الاجتماعات. فهم دول جوهر الأواشي كلها يعني. وحوالين المذبح ليه بيتقالوا حوالين المذبح؟ على أساس أنه الدورة حوالين المذبح في الهيكل هي الهيكل يشير للسماء، بمعنى أن احنا عايزين السماء تستجيب لهؤلاء الثلاثة الأساسيين. الاستجابة عن طريق المذبح نفسه بسبب الهيكل الموت الكفاري بتاع السيد المسيح، تمام، الذبيحة. الذبيحة الاستجابة تيجي عن طريق الذبيحة والمذبح. بالظبط بالظبط. فعشان كده هو بنصلي الثلاث أواشي دولت بالذات. سيدنا، طيب نيافتك وضحت في الحلقة اللي فاتت بس يا ريت توضحها مرة تاني عشان نيافتك ذكرتها، البخور للأب الأسقف أو للآباء الكهنة بعضهم البعض، أو حتى بنقدم بخور في صحن الكنيسة يوم يعتبر للشعب، فالمعنى بتاعه إيه يا سيدنا؟ الرتبة لمثيلاتها دي يمين الشركة، اللي هو الآباء الكهنة مع بعض أو الآباء الأسقف مع بعض. لكن أكبر رتبة بقى بتاخد البخور لدرجة الأسقفية لترفعه للسماء، لأنه شفيع الإبارشية أو زي البابا شفيع الكرازة المرقسية. عشان كده درجة الأسقفية بيبخر للأسقف مش عبادة. طبعا عشان كده قلت إن يفتك توضح يعني عشان بعض بيقول اللي بتعملوه ده هي نوع من المسؤولية بتاعته. إن ياخد طلبات كل الناس ويرفعها قدام ربنا. إننا بنجمع كل الصلوات بنقدمها للأب الأسقف بدوره هو يقدمها رسولية يرفعها للسماء وللمسيح. يقدمها لربنا صح كده. والبخور للكنيسة وللشعب ولكل ده معناها إن إحنا كلنا مشتركين في الصلاة، لأن البخور هو الصلاة. كلنا لينا اشتراك في الصلاة. بالظبط، وكمان في الشرية بنجمع صلوات كل الموجودين ونرفعها على المذبح. وكمان الأيقونات القديسين يرفعوها، وكمان الأب الأسقف أو المطران أو البابا البطريرك. طيب سيدنا، الأب الكاهن بيبخر أولا للإنجيل، بعدين لو في رفات للقديسين موجودة، بعد كده للأب الأسقف إن كان موجود. فلماذا هذا الترتيب؟ ولماذا البخور للإنجيل؟ لماذا البخور لرفات القديسين؟ احنا بنعتبر ان قراءة الانجيل هو حضور للمسيح، عشان كده درجة الاسقفية بتخلع التاج. يعني المسيح موجود فهو بقى اللي وجوده يخلينا كلنا تحت ايده، يعني هو اسقفنا اسقف نفوسنا حسب التعبير اللي قاله الكتاب المقدس، يعني فهو أسقف نفوسنا. أشكر الأب الأسقف يخلع التاج بتاعه. المسيح موجود هو طبعا موجود على طول كلاهوت يعني، ومالئ الكل ومالئ الدنيا كلها، لكن لأنه غير محدود. لكن في لحظة قراءة الإنجيل، عشان كده ساعات الأسقف اللي يقرأ الإنجيل مفروض كده أكبر رتبة. أكبر رتبة أو البابا البطريرك، على أساس أنه هو المعلم، زي ما قيل عن السيد المسيح المعلم. أي رتبة الأسقفية مسؤول عن التعليم. فالأب الأسقف هو المسؤول عن التعليم في إبارشيته، والبابا البطريرك هو المسؤول عن التعليم في الكرازة كلها. والمجمع المقدس بقى يحاسب أي حد يلخبط في التعليم، أي حد، ما حدش كبير على المحاسبة يعني. فلو ثبت إن في شخصية من هذه الرتبة، رتبة درجة الأسقفية، يحاسب إنه مع تعليمه مش صح، ومن الكهنة أيضا أو الشمامسة يعني. فالمجمع المقدس هو المنوط به محاسبة أي إنسان يخرج عن الإطار الصحيح، عشان هو وحدة التعليم المسؤول، سلامة يعني التعليم. بالظبط كده.
سيدنا الأب الكاهن مش بيخلع الطيلسانة في حين الطيلسانة هي تاج أيضا، بس ده تاج الكهنوت مش بيخلعها أثناء مش رئاسة الدين. الكهنوت أي لأن المسيح هو رئيس كهنة بالظبط، الأب الأسقف رئيس كهنة منظور تمام، أشكر الأب الأسقف هو اللي يخلع التاج بتاعه درجة الأسقفية هي المنوط بيها خلع التاج. جميل كده، التبخير للإنجيل يا سيدنا المعنى بتاعه هو حضور المسيح، عشان حضور المسيح بنقدم صلواتنا لمسيحنا القدوس. حاجة يعني تجسيد للفكرة يعني. طب وتقديم البخور لرفات القديسين برضو شفاعة؟ ما أنا قلت القديسين كرفات أو أيقونات شفاعة، ياخدوا الصلوات اللي بتتقدم كلها في الكنيسة ويرفعوها. طب ملحوظة الطقسية سيدنا، الشماس المفروض ياخد الشورية من يد الأب الكاهن بعد ما يعمل الدورة بتاعت الإبراكسيس قبل ما الأب الكاهن يدخل الهيكل، ياخد منه الشورية على أساس إن الآباء الرسل قرزوا وما رجعوش مرة تانية لأورشليم. يعني أورشليم خرجوا منها، عشان كده الطقس ده بيتعمل يعني. هذه ملحوظة طقسية يعني البعض بيهملها وما بياخدش باله، ما حدش بياخد باله. وأصل كمان وضع الشورية في الهيكل، الهيكل برضو مغلق يعني، الكنيسة مفتحة فيها شبابيك وكده، غالبا الهياكل بتبقى ما فيهاش، فتعبئة البخور في الهيكل ممكن تتعب صدر أي حد مريض صدره مش طبيعي يعني، عشان كده مفروض الشورية تبقى خارج الهيكل، ده وضعها الطبيعي، لها مكان. لها مكان، ما فيش دورة طبعا للكاثوليكون. لأن الرسل كانوا بعد صعود السيد المسيح في حالة انتظار الحلول الروح القدس، لم يبرحوا أورشليم. ليه لم يبرحوا أورشليم؟ لأنهم لسه مستنيين موعد الآب، اللي هو القدس. حلول الروح القدس. معاني عظيمة جدا لما نكون عارفينها، شكر الله. نستفاد، لكن الستنا حلوة. ولما بنوحد الطقس الكل بيستفيد، لكن للأسف ساعات يبقى الطقس في كنائس غير كنائس أخرى. فيعني المفروض فعلا يعني يبقى فيه توحيد للطقس، لأنها كنيسة طبعًا واحدة. طبعا. نروح في أي مكان نلاقي نفس الطقس. ده حتى في الخارج. الكنيسة القبطية هي الكنيسة القبطية. بعد الإبراكسيس سيدنا بيكون السنكسار، وهو يعني تاريخ القديسين اللي هم مش مجرد تاريخ. ده قدوة بقى، تعليم بالقدوة، قراءة الإبراكسيس والسنكسار، القراءتين دول قراءات عملية بتقدم القدوة للناس، علشان يبقى الكل بيراجع نفسه على هذه القدوة، لأن لو في حد ماشي غلط مش ماشي حسب ما نتعلمه من الإبراكسيس والسنكسار يصلح نفسه. والسنكسار بعد الإبراكسيس مباشرة يعني، دي مقصودة طبعا. الإبراكسيس لم يختم بأمين لأن الكنيسة ممتدة، ده ساعات ممتدة كمان في كل قراءات اليوم تبقى على السنكسار. ده غير الأيام. الصوم الأيام. غير الصوم والألام والحاجات دي يعني، كتمارس الأيام مبني على السنكسار طبعا. فده معناه إن الكنيسة ممتدة في قدسيها. صحيح. وده تواصل الأجيال يعني، أنا جيل محتاج أشوف الأجيال اللي قبلي عملت إيه، خد بالك، عشان كلنا نبقى ماشيين في الخط بتاع الكنيسة، محدش يخرج عن هذا الخط. طيب سيدنا، في أوشية الإنجيل، لماذا أوشية للإنجيل؟ طبعا بتتقال في رفع بخور عشية، في رفع بخور باكر، وأيضا في القداس بتاع الكلمة أو بتاع الموعوظين. أوشية الإنجيل بتبين كلام السيد المسيح للرسل، قال لهم
آباء كتير وأنبياء اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. يعني قبل ما نسمع كلمات الإنجيل بنسمع كلمات السيد المسيح من خلال الأوشية عشان نهتم ونسمع كويس. كل دي مقدمة لحضور المسيح في الإنجيل. بالضبط كده. عشان نستفيد من كلام المسيح، لأن ده كلامه. وبرضه هي صلبة لانتشار الكرازة، انتشار الإنجيل، لأن الشماس بيقول صلوا من أجل الإنجيل المقدس. من أجل أن نسمع الإنجيل ونطيعه والكل يتعلم منه. سيدنا، في سر الإنجيل بيقال في يعني في القداس. سر الإنجيل الأب كان بيقوله سرا يعني. أيوه. إشمعنا في الوقت ده بالذات وهو طلبات كثيرة وآخرها طلبة للموعوظين، يمكن الموعوظين اللي هم المفروض هيغادروا بعد كده يعني. يعني الإنجيل هو اللي بيحدد شرعية الطلبة. يعني محدش يقدر يطلب مثلا حاجة وحشة لشخص بيكرهه. يعني ده مخالف. وهكذا يعني مفروض ان احنا صلواتنا تبقى في الاطار بتاع الوصية. وحكاية قلب الصينية والكلام اللي كنا بنسمعه ده في جهل يعني الناس بتعمله للأسف يعني. ده وضع مش حلو. الناس مش فاهمة يعني قلب الصينية سيدنا. يعني يفتك توضح لهم ان هي حاجة قديمة مش مظبوطة. يعني دي ممارسة كانت بتحصل زمان الآباء القدام. يقلبوا الصينية بمعنى انهم يدعوا على حد يعني. واحد من الآباء الروحيين قال للحد عمل كده، قال له ربنا يسمع بالمعدول مش بالمقلوب. يعني عيب بيعمل كده. واحنا في يعني أقدس لحظاتنا في الهيكل نعمل كده؟ فين أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. إذا برضو ما فيش حد من الشعب يحط طلبة على المذبح خالص ضد حد يعني. ولو لقينا طلبة زي كده نقطعها ونمشيها، ما تقعدش على المذبح. يعني المحبة هي أساس البنيان، بنيان الكنيسة، بنيان الأفراد. أي حاجة تخرج عن المحبة ما نقبلهاش. طب سيدة معلش، يعني الكلام بيجيب بعضه، البعض بيقدم ورق بيبقى مكتوب بخط مش حروف، يعني مش حروف عربي، مش اللي حكيت هو خط وحش ومش عارفين نقراه، لا قاصد انه يكتب شخبطة معينة كده. هو ورقة زي دي توضع على المذبح؟ لا طبعا مش كده؟ جايز تكون طريقة الصحراء. الصحراء بيعملوا كده. حاجة زي كده توضع على المذبح. كان حد قال لي حاجة مشابهة يعني. لا تبقى على المذبح طبعا. أي حاجة معادية، أي حاجة ملخبطة، أي حاجة لا تتمشى مع الوصية، أي حاجة ضد ربنا أو ضد الكنيسة، ما نقبلش الحاجات دي كلها. شرعية الطلبة من خلال الإنجيل طبعا. هنرجع لها سيدنا بعد إذن نيافتك بعد ما ناخد مداخلات. تفضل معنا أستاذة إيناس. ايوه سلام وتسابونا. سلام ونعم، اهلا بيك، اتفضلي بسؤالك. معك سلام سيدنا. يا سيدنا. اهلا ايناس، ازيك؟ الله يسلمك. بقول لك من يافتك ايه دلوقتي، ليه ابونا بعد ما بيخلص التناول وجوه المسبح بياخد المفتير بيديها للكاهن الشريك معاه، والكاهن الشريك بيحطها على عينيه المفتير؟ على عينه؟ دي من اجل الشفاء يعني، تبركا يعني. يعني دي حاجة إيمانية برضو يعني. جايز مش طقسية ومش مكتوبة، لكن يعني هي حاجة للبركة. إن الأواني ليها قدسيتها يعني. تمام. وليها بركتها. شكرا لك يا سيدي. عفوا. شكرا لاتصالك مع الأستاذ نادر. سيدنا مطانية.
اهلا وسهلا. نشكر بصلاتك سيدنا، محتاجين صلواتك. ربنا معاك. سلام يا أبو سابونة. سلام ونعم، اهلا بيك استاذ. هو السؤال بالنسبه لاعتقاد السامريين، ايه عقيدتهم في ضوء لقاء ربنا مع المرأة السامرية لما قالت له أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون السجود في أورشليم؟ يعني اعتقدهم بيرفضوا السجود في أورشليم السامريين. ما هم السامريين كانوا أصلا يهود، بس انفصلوا عنهم بعد الخمس أصفار بتوع موسى النبي، يعني لا يؤمنوا إلا بالخمس أصفار فقط بتوع موسى النبي، ومنهم عمل حاجات قدم، كان سبب الإشكال حد منهم قدم خنزير ذبيحة على المذبح. سيدنا يمكن القصة كمان زي ما نيافتك تعلمنا قديما أيام رحبعام بن سليمان. أي. لما المملكة انقسمت وبقت في مملكة شمالية بقيادة يربعام، فاخدهم على جبل جزيم عشان يعملوا عباده، كانت عباده مختلطه بقى مش كده يا سيدنا بين اليهوديه والوثنيه. وهم اساءوا كمان بقى للمذبح انهم يحطوا خنزير مش من الانواع المصرح بيها تقدم ذبائح يعني، فكانت مشكله كبيره. فكانت مملكه الشمال عاصمتها السامره، ومنها جت السامريين بقى، منهم السامريه بالظبط. معنا استاذ نشأت. الو الو، اهلا بيك، اتفضل معاك سيدنا. اقبل الايات يا ابونا. اتفضل يا استاذ نشأة، تسال على طول، اتفضل. اقبل الايات يا سيدنا. اهلا بيك، اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب يا سيدنا. حضرتك بخير، اهلا بيك. انا عندي سؤالين يا سيدنا. اتفضل اتفضل. في المزمور الثامن من صلاه باكر وفي الرسالة إلى العبرانيين 2:6 يقول ما هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده. أيوة أيوة، وطي التلفزيون من فضلك. حاضر. اسمع من التليفون عشان وقت البرنامج، اسمع من التليفون. حاضر. أيوة. بيقول في المزمور الثامن وصلاة باكر. أيوة. وفي الساعة في الرسالة إلى العبرانيين 2:6 يقول ما هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده. أيوة. وضعت قليلا عن الملائكة. سؤالي هو كيف أن الإنسان ينقص قليلا عن الملائكة؟ أرجو توضيح ذلك وشكرا يا سيدنا. شكرا. والسؤال الثاني، هل قصة الغني ولعازر حقيقية حدثت فعلا، أم مجرد مثلا قاله السيد المسيح؟ شكرا اتصالك. شكرا استاذ نشأت او دكتور نشأت. السؤال الاولاني سيدنا اللي بيقول في المزمور من هو الانسان حتى تذكره، او ابن الانسان حتى تفتقده، وضعته قليلا عن الملائكه. باعتبار طبعا ده بعد سقوط الشيطان وعصمه الملائكه يعني. الملائكه الحاليين معصومين من الخطا، لكن الانسان مش معصوم، فهو اقل طبعا من الملائكه. ولو ان الملائكة بتخدم القديسين يعني، في ملاك للذبيحة، في ملاك للمذبح، يعني في ملاك الحارس بتاع الإنسان يرافق الإنسان، لكن وضعته قليلا عن الملائكة، بمعنى ان الملائكة المعصومين يمجدون الله ويرون مجده، أو يسترون وجوههم من كثرة بهاء مجد الله. احنا ما زلنا احنا تحت التجربة، لكن احنا لسه وربنا ما يسمحش معرضين للسقوط. ربنا ما يسمحش طبعا. قصة الغني والعازر بيسأل سيدنا هل هي قصة حقيقية أو مجرد مثل؟ هو في مفسرين بيقولوا انه مجرد مثل، لكن اعتقد انها حقيقة، اعتقد يعني. كان ذكروا السيد المسيح كمثل يعني. لا، ذكروا كحالة مش مجرد، مش واقعي يعني. شكرا لاتصالك يا أستاذ نشأت. يا سيدنا نيافتك بتكلمنا عن نقطة مهمة جدا قبل المداخلات، عن شرعية الطلبة من خلال الإنجيل. عشان كده أبونا بيقول سر الإنجيل
بيطلب فيه طلبات كتيرة جدا عشان حضور السيد المسيح، وأيضا لأن الإنجيل بيقرأ، فأي طلبة لازم تكون حسب شرع الإنجيل، حسب وصية ربنا. تمام. طيب بالتالي سيدنا برضو لو في مثلا ورقة متدبسة، يعني أنا ما أقدرش، أو محطوطة مثلا جوه غلاف ومش بين الطلبة دي، تتحط على المذبح ولا أيضا لازم تتفتح؟ بس في بعض يعني الناس برضو بتحط لنا كده حاجات، ممكن الأب في العظة ينبه بقى، يقول يا ريت خطنا يبقى واضح، يا ريت ما نكتبش بطريقة زي الألغاز يعني، وإلا إحنا مش هنقدر نحتفظ بيها. فالناس يتعلموا، يقول لك امحو الذنب بالتعليم، دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. التعليم يؤدي إلى تصرفات صحيحة غير الخاطئة اللي فيها ذنب. يقول لك امحو الذنب بالتعليم. طيب سيدنا في الجزئية ديت اللي هي أشياء الإنجيل والإنجيل، أبونا بيقول سر الإنجيل، وأيضا في صلاة سرا هي يقال عنها صلاة حامل الأيقونات، أو تقال صلاة الحجاب. يقف أبونا عند حامل الأيقونات بالتحديد قدام باب الهيكل، قدام باب الهيكل. فليه الصلوة ديت وليه في المكان ده بالذات سيدنا؟ هو قصد الكنيسة لما وضعت الحاجات دي بتخلينا ككهنوت نشعر انه ممكن نقف لغاية الباب، ممكن ما نكونش مستحقين نحن ندخل. يعني في اباء الحقيقة على السوشيال ميديا بيقولوا حاجاتنا يعني غلط، ومفروض ان الكنيسة تاخد موقف. يعني فصلاة الحجاب او ما يسمى هكذا يعني بيقولها الكاهن قبل ما يدخل، ليستحق أن يدخل، يراجع نفسه. وياريت بقى كلنا نعمل كده، يا وقفة مع النفس يعني. طبعا طبعا. وطوبى لمن يؤدب نفسه من خلال أب اعترافه، لأنه كده هيمشي في الإطار الصحيح، يعني مش هيبقى مرفوض وصلاته مرفوضة. يعني بيذكر فيها يقول الذبيحة التي نضع أيدينا عليها، تمام، يعني بكل خشوع بيقول أنا غير مستحق أبدا، صح. لكن برضو اللي يعني اللي بيطلب من ربنا، ربنا بيستجيب ليه كتوبة. طبعا. يعني طبعا يعني بتبقى لحظات توبة أيضا سيدنا، مش كده؟ أكيد الناس كله رحلة توبة. أكيد طبعا طبعا مهمة. طبعا أثناء كده هو يا سيدنا اللي هو قبل أشياء الإنجيل بيرتل او بيصلي الشمامسه أجيوس، اللي هي قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. فبرضه لماذا التسبيحه ديت بالذات قبل أشياء الانجيل؟ نهدي زي ما قلنا ان قراءه الانجيل حضور للمسيح، كل ده تمهيد. فده بقى بيمهد اذهان الحاضرين كلهم ان المسيح هيحضر. والأسقف اللي بيمثل المسيح أو أعلى رتبة موجودة يعني هي اللي بتقرأ الإنجيل، علشان يبقى صوت المسيح واصل للكل من خلال المسؤول عن الحاضرين. الحقيقة يعني ترتيب الكنيسة جميل، بس نفهمه يعني، يا ريت الناس تعي ما تريده الكنيسة، مش هنغلط. الصلاة دي سيدنا اللي سمعها يوسف الرامي ونيقوديموس هم بيكفنوا السيد المسيح، كان جيب في الذهن يعني كتحير، كيف يموت الذي أقام الأموات؟ ففوجئ بالملائكة بيرتلوا قدوس الله الذي لا يموت. بديت برضو يعني حضور الملائكة بيكلموا عن اللاهوت طبعا، لاهوت الإبن. لكن الناسوت هو الذي مات والروح انفصلت عن الجسد، واللاهوت متحد بالروح ومتحد بالجسد. وطبعا الصلوة دي كلها مقدمة أو للسيد المسيح أو للابن يعني. طبعا ابن الكلمة طبعا، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء، رحمنا الذي صلب عنا، رحمنا قام الذي قام من الأموات وصعد إلى السموات، رحمنا. جميل يا سيدنا، هنستكمل بعد يفتك
الكلام الجميل ده بعد الفاصل. شكرا سيدنا. بسرعة. فاصل قصير ونعود مرة أخرى مع نيابة الحبر الجليل الأنبا بنيامين. أعزائي المشاهدين، مرة أخرى مع نيابة الحبر الجليل الأنبا بنيامين وبرنامجكم طقس معنا. سيدنا بيكلمنا في حلقات عن حركات طقسية ومعناها في القداس. الحلقة دي هي الحلقة رقم 3. سيدنا دلوقتي بيكلمنا عن الجزئية بتاعت أوشية الإنجيل أو أجيوس أوشية الإنجيل فالإنجيل. نيابتك قلت لنا سيدنا التسبيحة بتاعت قدوس الله قدوس القادر قدوس الحي الذي لا يموت، هي بتفكرنا بيوسف الرامي ونيقوديموس وحضور الملائكة أثناء تكفين السيد المسيح. فأيضا الكنيسة بقى بتتذكر أثناء الإنجيل حضور برضو السيد المسيح، فبيبقى زي ما يكون الملائكة حاضرين. البعض يعني يشبهها تشبيه جميل قوي، لما بيكون في موكب مثلا رئيس الجمهورية بيبقى يسبقه يعني موتوسيكلات كتيرة ومش عارف ايه يعني، فكأن الملائكة جاية تمهيد لحضور السيد المسيح. أضافت الكنيسة سيدنا زوج سباتري في نهاية التسبيحة دي اللي هي المجد للآب والابن والروح القدس. والروح القدس إعلان الثالوث اللي عرفناه بالمسيح، لأن أجيوس بتبقى موجهة للمسيح، فعلشان ما الكنيسة ما تبقاش تجاهلت أقنوم الآب والروح القدس، فعشان كده بقى أضافوا زوج سباتري المجد للآب والابن والروح القدس. فإحنا عرفنا سر الثالوث بالتجسد بتاع السيد المسيح طبعا، والصلب والفداء، أعلن عن الآب وعمل الروح القدس. الابن الوحيد هو خبره تمام. والثالوث القدوس اشترك في الخلاص طبعا. يعني هو السيد المسيح كان الذبيحة، قدمت الذبيحة للآب بعمل الروح القدس. تمام. سيدنا بقى يعني قراءة الإنجيل، وديت جزئية مهمة جدا، وقبليه بيكون في مزمور، المزمور ده بيكون نبوة يعني محورية سواء عن السيد المسيح أو بتوجه يعني أنظرنا عن الهدف من الإنجيل ومن القراءات بتاعت اليوم، مش كده سيدنا؟ طبعا. ده ساعات زي ما قلنا مش في الصوم ولا في البسخة ولا في القيامة ولا الأعياد السيدية، الأيام العادية بتبقى كل القراءات على قديس اليوم، كان شهيد كان رسول من الرسل الاثناشر أو السبعين أو أحد القديسين بتوع البرية، يعني السواح والعباد والنساك. عندنا يعني ناس بأنواع كثيرة يعني. والمزمور بالذات سيدنا يشير لسيد المسيح هو بصالم ستو دافيد، مزمور عن داود، مش داود، مش مقصود بها داود النبي، لكن السيد المسيح اللي هو ابن داود، هو بصالم ستو دافيد. يعني عايز بحث. طيب سيدنا الشمامسة يمسكوا، بس مش كل المزامير قالها داود النبي. لا ما مش كده ابن داود. المزامير 151 تقريبا نصهم قالهم داود بالروح القدس، النص الثاني بقى كثيرون منهم موسى النبي أول مزمور، وهم أول من المزمور التسعين هاي مان. في ناس كتيرة اشتركوا في المزامير طبعا. طب ماسك الشمع يا سيدنا، سواء كانت شمع أو شمعتين بجوار الإنجيل. الشمعة إشارة لحاجات كتير قوي. أول حاجة النور، والبدل أن تلعنوا الظلام أضيئوا شمعة، تنور. اللي هو الإنجيل نور سراج لرجل كلامك. يعني إشارة إلى أن كلام ربنا نور للإنسان. حاجة تانية إشارة للبذل والتضحية، مش الشمعة دلوقتي اللي بالحجارة ده اللي عامل كهرباء، لا طبعا. يعني معرفش ليه بيحدثوا الأمور بطريقة يعني مش مظبوطة. بتبعد عن المعنى، تبعد عن المعنى. فهي إشارة للنور
وإشارة للبذل والتضحية، وكمان الشمعة خفيفة الحمل لكنها مهمة، ودايما الإنجيلين حوالينهم شموع لأنهم بيتكلموا عن المسيح الذي بذل نفسه ونور العالم. فالشمع استخداماته كثيرة في الكنيسة يعني، ودايما في الزفة يمسكوا شمع إشارة إلى مسار النور. كمان النور بقى بتاع القيامة بيوصل لكل الكنائس، والعجيب أنه لما يوصل يقعد 33 ثانية ما يحرقش، لأن في الأبدية النور لا يحرق والنار لا تضيء. يقول لك القيهم في الظلمة الخارجية حيث النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت، برغم أنها النار لكن لا تضيء، لا تضيء. يعني بينفصل النور عن الحرارة، لكن النور هنا برودة، له حرارة. فبرضو الشمع يشير إلى الحرارة الروحية، يعني اللي هيعيش كما يحق الإنجيل المسيح هيكون زي شمع نور للعالم وهيبذل نفسه عن الآخرين. وكمان ينقل الحرارة الروحية للناس، دي مهمة قوي. فنور وبذل وتضحية وحرارة، ويعلن كلام المسيح كنور. ويمكن فرحة كمان يا سيدنا، يعني احنا في الافراح وكده دايما نبتهج بالنور وننور الانوار، فالبشاره مفرحه، اسمها البشاره المفرحه. النور مفرح طبعا، ده لما حد يكتئب ولا اي حاجه يقعد في الضلمه يقفل عن نفسه ويقعد في الضلمه، فتشير للحزن. ايوه، افرحوا كل حين واقول لكم ايضا افرحوا. ايوه، بنلاقي الاب الكاهن سيدنا بيبخر للانجيل برضه، معنى البخور هنا هو الانجيل، ما هو لأنه بيمثل حضور المسيح، فلازم نبخر طبعا للإنجيل وناخد بركته. يعني فدي رائحة الإنجيل، رائحة ذكية، يعني حاجات جميلة جدا جدا الحقيقة، يا ريت كل الناس تعرفها. يعني بينتشر البخور دوت في كل الكنيسة طبعا، زي ما التعليم بتاع الإنجيل انتشر في الكرازة أو في المسكونة. أيوه، ده البخور لما بيكتر قوي بيعمل زي سحابة في الكنيسة، يعني إشارة للسماء يعني. ودايما كان حضور الله بيبقى ممكن في شكل سحابة مثلا. أيوة بالظبط، يعني الله رفق شعب بني إسرائيل وظللهم في سحابة، وهم عابرين كان المية واقفة على اليمين والشمال وفوق سحابة، يعني مية برضه. فهم زي معمودية عبروا في البحر وكأنهم تعمدوا، أو هم ده التعبير ده موجود، تعمدوا لموسى. ونقول زوكساسي كريال، هو المجد لله يعني من خلال الإنجيل، تمجيد الله. لأنها تعاليم سامية جدا، يعني ده يكفي العز على الجبل دي، يعني كثيرون حتى من أحبائنا المسلمين يشيدوا بهذه العظة على الجبل. أيوة، صح، الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى الرسول، الحقيقة الكل يشيد بيها وبالمعاني اللي فيها. تيجي بقى العظة يا سيدنا، إن كان يعني في عظة فالعظة تبقى بعد الإنجيل مباشرة. العظة شرح، وكل حاجة بنقدمها محتاجة شرح، والإنسان المسؤول اللي موجود إن كان كاهن ولا أسقف ولا البابا البطريرك مفروض يفهم الناس ليه الإنجيل قال كده، وياخد القراءات كمان ومدلولاتها ويربط. بس ما تكونش عظة طويلة، لكن عظة مش طويلة لكن مركزة. يعني عزة القداس لو زادت عن تلت ساعة تبقى طويلة. أي تلت ساعة ده الماكسيموم، يعني 20 دقيقة.
لأن القداس برضو عايز وقت. لكن اجتماع مسائي في عظة ممكن توصل 3-4 ساعة، فيش مشكلة. طيب سيدنا، يعني برضو ياريتني يفتك تقول لنا مواصفات العظة عشان الأباء الكهنة اللي بيتابعوا البرنامج برضو يستفادوا. العظة قائمة على عمل الروح القدس، يعني إذا كان الكاهن بيتكلم فهو روح الله يأخذ هذا الكلام إلى كل قلب موجود. الأذن تسمع لكن قد لا يشعر القلب بهذا الكلام، فده مهم قوي عمل الروح القدس في العظة. فيلجأ الكاهن لروح الله القدوس ويطلب منه ان هو ينبه الناس ويفهمهم، لانه روح الفهم. نحن نتكلم بالروح القدس. والسيد المسيح قالها مباشره للرسل: لستم انتم المتكلمين، بل روح ابيكم هو المتكلم فيكم. فالكلمه بالروح القدس دي مهمه قوي. الحاجه الثانيه انها لازم تشمل العناصر المفيده كلها، ما بتبقاش عنصر واحد لكن بيبقى في عناصر كثيره بتوصل لبعضها. ولذلك يعني انجيل السامريه مثلا ما تقالش طبعا لان كان عيد البشاره. السامريه انسانه عاشت بطريقه خاطئه، كان لها زوج وتركه، وكانت لها 5 أزواج وتركوها، والسادس الذي تعيش معه ليس بزوجها. السيد المسيح قال لها كل حاجة. السيد المسيح بقى كان السابع، بس مش كزوج لكن عريس نفسه، كمعلم. وهي ارتبطت قوي بالسيد المسيح مع انه ظهر في البدايه انه محتاج يشرب، دي نقطه مهمه قوي. فهي استغربت، قالت ازاي تطلب مني تشرب وانت راجل يهودي وانا امراه سامريه، ازاي يعني؟ واليهود ما بيتعاملوش مع السامريين يعني. فقال لها: اهلا وتعلمي مين اللي طلب يشرب، لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حي. ابتدى بقى يبعد الموضوع عن يهود وسامريين، فابتدت هي بقى يعني تتشد. فابتدى بقى يكلمها: من يشرب من هذا الماء يعطش، لكن من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه لن يعطش إلى الأبد. فابتدت تطلب: أعطيني من هذا الماء حتى لا آتي إلى البئر واستقي. فقال لها: اذهبي وادعي زوجك. فقالت له: ليس لي زوج. فقال لها: كان لك يعني حسن. قال لها اللي حصل بقى عشان ما نعيدش الكلام. وبعد كده يعني قالت له: نحن نعلم. قالت له: أرى أنك نبي، لكن أنتوا بتقولوا السجود في أورشليم وإحنا أبائنا بيقولوا السجود في الجبل بتاعهم، جبل السامرة. فقال لها: صدقيني يا امرأة، لا في هذا الجبل ولا ذاك. فابتدت يعني تستغرب. قالت له: نحن نعلم أن مسيح حين يأتي يخبرنا بكل شيء. قال لها: الذي يكلمك هو. فجريت وجابت الناس وجلسوا معه، وفتحت مدينة السامرة للمسيح رغم أنها أغلقت أبوابها أمامه حين أراد أن يدخل. لكن هي أصبحت كارثة أو مبشرة. كانت كارثة وصارت كارثة. كارثة. جميلة سيد. معنا سيدنا أستاذ ملاك. ألو. أي تفضل، معك سيدنا، تفضل بسؤالك. قبل الأيادي يا أبونا، عامة يا سيدنا. أهلا بيك حبيبي. عندي سؤالين. السؤال الأولاني خاص بالشمامسة المرسومين في رتبة أبسلطس أو أورنستوس، يتناولوا داخل المذبح أم خارج المذبح؟
والسؤال الثاني بخصوص الاختصارات اللي بتبقى في القداسات بس بصفة مستمرة، هل هذا صحيح أم لا؟ اختصارات يقصد يمكن الأواشي، جايز يكون يقصد المرضات بتاعت الأواشي أو الأواشي الكبار أو حاجة زي كده. طبعا مش مفروض حد يمنع ترتيب القداس يعني المرضات بتاع الشماس دي لو ما تقالتش الشعب ما بتوجهلوش كلام، الشماس بيخاطب الشعب. يعني مرضات الشمامسة دي تاخد ايه 5 دقايق زيادة، 10 دقايق زيادة؟ ليه؟ من اجل دقائق زيادة نمنع او نقص القداس ونختصر منه يعني. ما يصحش حد يعمل كده، عيب. نيابتك اتكلمت كتير في النقطة ديت، وكويس ان جه السؤال عشان برضو يحاول حاجة غريبة او الشمامسة يقولوها. معنا سيدنا استاذ اماني، لا بس كان له سؤال تاني. طيب هناخد بس استاذ اماني الاول عشان معنا على التليفون. الو الو استاذ اماني، ها معانا ولا لا؟ قفلت. طيب سيدنا كان بيتكلم عن البسالتوس او الاغنوستوس يتناول جوه المسبح. كل الشمامسة مفروض يتناولوا، دول خدام المسبح والاباء الكهنه وكده، دول جوه المسبح مش مع الشعب يعني. مفروض يعني. فالسجود بالروح والحق، نيابتك كنت بتتكلم عن السامريه وبتتكلم بتكلمنا نيابتك عن مواصفات العظه. فالعظه كما ذكرنا يعني ينبغي ان تكون مؤثره متكامله، فيها كلمات من الإنجيل اللي قرأ والقراءات بحيث تتكامل الفكرة يعني. وفيها تعليم طبعا، كله تعليم. يبقى فيها توجيه للسلوكيات يعني. يعني التعليم يبقى فيه شيء يعني أنا أطبقه إزاي، الناس بتحب كده، أطبقنا إزاي أو هستفاد منه إيه، مش نظري يعني. كلام عملي. شكرا سيدنا. معنا برضو مداخلة أظن أستاذ صبحي. مساء الخير. مساء النور، اتفضل معك سيدنا. ممكن سؤال لسيدنا؟ معك حبيبي، اتفضل يا حبيبي. خميس العهد من الاعياد السيدية الصغرى، برغم ان هو من اهم الايام في السنة. مين ايه ده؟ عيد ايه ده؟ خميس العهد. خميس العهد. اصل اللي اتحصل فيه بياخد قوته من دم الصليب يوم الجمعة ومن القيامة يوم الحد، فهو مش حدث قائم بذاته، عشان كده خلوه عيد سيد صغير مش كبير. تمام، شكرا. اتصال استاذ صبحي. معانا استاذ سمير. مساء الخير يا سمير. مساء النور، معاك سيدنا حبيبي، اتفضل. علينا يا سيدنا، اتفضل يا حبيبي. كنت بسال على احنا عندنا باسم الصليب القداسات دلوقتي كلها، كل يوم عندنا قداسات الكنائس. ايوه. هل ممكن نحدد يوم للقداس الكرولوسي ويوم للقداس الغرغوري والباسيلي، بحيث ان يبقى انا عارف رايح احضر انه قداس، او انا احساسي بالقداس ده اكتر فبروحه؟ والاباء بس لو سؤالي فيه اي شيء غلط. الاباء بيحسوا انه لو تنقلوا بين القداسات ممكن يعني يتوه المعنى منهم يعني، فبيركزوا على قداس بنقوله باستمرار فيبقى الناس فاهمة ومتجاوبة يعني. لكن هو الكنيسة مرتبة القداس الغريغوري للأعياد السيدية، والقداس الباسيلي للأيام العادية، والقداس الكيرلوسي للصوم، يصلى في الأصوام. ده الترتيب الكنسي. شكرا أستاذ سمير. سيدنا الكنيسة طبعا بتوكر جدا الإنجيل. نعم. الكنيسة بتوكر جدا الإنجيل طبعا. بنلاقي يعني بنقول اجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس طبعا. نيابتك برضو توجه الشعب في وقت الإنجيل يبقى في وقوف وفي خشوع. مش شرط الوقوف للي مش قادر طبعا يعني، حتى لو قاعد ومش قادر يقف ما فيش مشكلة،
بس منهم الإنصات وفهم المعنى وكمان استيعاب الشرح بحيث يبقى استفاد فعلا من العظة يعني ومن الإنجيل. طيب في يعني بعض الناس بيجي لها تليفون والتليفون بيبقى مفتوح والرنات بتبقى شغالة أثناء القداس. في الكنيسة لا يليق الحقيقة. لا يليق. هو المفروض يتعمل صامت وفايبريشن يعني. وما ردش ومفروض ما يردش هيا. وبس حد جاز ما يعرفش انه في الكنيسة. يعني وساعات يبقوا اطباء وان كول. في ناس بيحتاجوا يسترشدوا بهم يعني. يعني في كل الاحوال مفروض انه يعمل التليفون صامت وفايبريشن يحس يطلع يتكلم ويرجع مفيش مشكلة. ده في الضرورة القصوى بقى لأن الضرورة بالضبط كده لأن مش كل الناس بتوع أنكول يعني. لكن أنا شخصيا لا أدخل الكنيسة ومعايا تليفون محمول ولا غيره خالص. ده تدريب أنا يعني متعود عليه ومقتنع به. يا ريت اللي يقتنع بكده يعمل كده. طيب سيدنا في حركة طقسية جميلة إن الآباء الكهنة بيقبلوا البشارة يعني بيخلوا ممكن كمان الشباب سيقبلوا البشارة. إيه المعنى في كده؟ هو تورك منها بمعنى القبلة باستمرار تعبير عن الحب. فلما نقبل البشارة والصليب يبقى بنحب كلام ربنا وآلامه اللي قدمها لي حبا فيا فأبادله الحب. جميل. يعني السيد المسيح عاتب يهوذا قال له أبي قبلة تسلم ابن الإنسان. يعني كيف تكون القبلة التي تعبر عن المحبة هي تعبر عن الخيانة؟ كيف يستخدم الإنسان قبلة المحبة ويحولها إلى قبلة خيانة؟ صعب قوي يعني. ففي تقبيل البشارة هي قبول الحب. قبول الحب المعلن في الإنجيل. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هكذا هكذا دي بقى يعني بلا حدود. يمكن في نهاية رفع بخور عشية في نهاية رفع بخور باكر أيضا بيبقى فيه تقبيل طبعا للبشارة. بشارة والصليب ده صحيح. طيب سيدنا عايزين عشان السادة المشاهدين يبقوا عارفين منين جاء يعني الوقوف أثناء قراءة الكتاب المقدس في آية في سفر نحمية إصحاح 8 عدد 5 تقول وفتح عزرا السفر أمام كل الشعب لأنه كان فوق كل الشعب وعندما فتحه وقف كل الشعب. يعني مرجعنا دايما الكتاب المقدس عشان كده النداء قفوا بمخافة الله لنسمع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا كذا. مهم قوي الوقوف. بس اللي يقدر اللي ما يقدرش يقعد ما فيش مشكلة يعني. بس اللي يكون فعلا مش قادر يعني مش طبعا مش بيمثل انه مش قادر. سيدنا احنا بنقول برضو مبارك الآتي باسم الرب قبل قراءة الكتاب المقدس. فده ودي تقالت المسيح دخول المسيح في الأورشليم يعني نفس الآية دي لو كمان حضور المسيح في الكنيسة. المبارك الآتي باسم الرب دخول المسيح أورشليم وحضور المسيح في الكنيسة. ما كنيسة يا أورشليم برضو بالظبط. معاني جميلة جدا خالص. حقيقة القداس والطقس مليانين معاني جميلة يعني. نشكر قدسك انك بتبرزها. ايه سيدنا ربنا يخليك. نيافتك بتوجهنا انا خد بركه فبنتساءل فنيافتك بتجاوبنا. خد بركه. ايه سيدنا. برضو الشماس بينبه الشعب وبيصرخ يقول قفوا بخوف لسماع الانجيل المقدس. طبعا. الوقوف نوع من الاحترام والتوقير. وكمان الاستعداد للسمع. يعني واقف منتبه ولمنتصب كده
منتبه يعني وبخوف كمان يعني طبعا وكمان الاباء الاسقفه والمطرنه والبابا البطريرك بيخلعوا تاج رئاسه الكهنوت ان المسيح حاضر اسقف نفوسنا. ايوه طب سيدنا في دوره بتتعمل حوالين المذبح بالبشاره والصليب يبقى الاب كاهن مع الشماس الكاهن مع الشماس بعد اشيه الانجيل تشير الى ايه سيدنا؟ باعتبار انه البشاره هي كلمه ربنا والصليب الام البشاره بالام السيد المسيح والمذبح بالاركان الاربعه بيمثل العالم كله فلما يلفوا حوالين المذبح يبقى دي حاجه تخص العالم كله انتشار الانجيل في كل العالم وبيحط يد بخور ايوه طبعا فانتشار الانجيل في كل المسكونه الصلاة من أجل العالم والإنجيل يسمعه العالم كله أو جاء لكل العالم يعني وأثناء الدورة ديت الأب الكاهن بيقول الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك زي سمعان لأن عيني قد أبصرت خلاص الذي أعددته جميع قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل برضو نور قدام الأمم عشان يمشوا وراه ومجدا لشعبك إسرائيل يعني الوعد تم يعني ويخرج بقى الأب الكاهن خارج الهيكل إشارة لأن السيد المسيح خرج من أورشليم كارزا بالملكوت جميل جدا يا سيدنا فعلا بتضيء اذهاننا لا العفو حاجه رائعه الحقيقه يا سيدنا الحبيب حركات طقسيه جميله ومعناها اجمل شكرا جزيلا شكرا سيدنا الحبيب شكرا لابونا شنوده شكرا لاسره البرنامج شكرا لكم اعزائي المشاهدين الى ان نلقاكم كونوا معافين في ربنا